الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي بمناسبة يوم الشهيد. الحكومة تنفي بيع الطرود البريدية في مزاد نظير مبالغ مالية. وزير المالية يصدر قراراً بصرف مرتبات مارس للعاملين بالدولة بالزيادات الجديدة. أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة الجمعة اليوم بمسجد المشير طنطاوي بمناسبة الذكرى 54 ليوم الشهيد. جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة ورجال الجيش المصرية، وأيضا الإمام الأكبر أستاذ دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وعدد من الوزراء والمسؤولين وكبار رجال الدولة. وجهت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية التحية والتقدير لنساء مصر بمناسبة يوم المرأة العالمية. وقالت السيدة انتصار السيسي في تدوينة لها على مواقع التواصل الاجتماعي: كانت ولا تزال برغم كل المنح وكل التحديات تحتفظ بتفاصيلها العظيمة وطباعها الخاصة، هي صوت الضمير والرحمة، هي البهجة وأيقونة التفرد في العمل الوطني والإنسانية. وتابعت السيدة انتصار السيسي قائلة: تحية لكل نساء مصر في يوم المرأة العالمية. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة للبريد المصري وتستخدم شعاره بزعم بيع الطرود البريدية في مزاد نظير مبالغ مالية، وتطلب من المواطنين تحويل تلك المبالغ من حساباتهم الشخصية. وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الهيئة القومية للبريد المصري والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أن الصفحات المتداولة وهمية وكذلك الطرود المعلن عنها في تلك الصفحات مزيفة ولا علاقة لهيئة البريد بها مطلقا، مشددة على أن كافة الطرود التابعة للبريد المصري يحكمها شروط وضوابط طبقا للقانون، وموضحة أن كافة الإعلانات التي تخص أنشطة وأخبار الهيئة تتم بشكل رسمي من خلال قنوات الاتصال الخاصة بالهيئة أو من خلال التواصل المباشر على الخط الساخن. نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب معرضاً فنياً لإبداعات ومنتجات المحاربين القدماء وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، والذي يستمر حتى 13 من شهر مارس الجاري. يأتي ذلك استمراراً لاحتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم. وفي ضوء ما تقدمه جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب من أوجه رعاية لأبنائهم المصابين في مجال التأهيل والتدريب، اختتمت فعاليات التدريب المصري الباكستاني المشترك رعد واحد الذي تم تنفيذه بمشاركة عناصر من قوات المظلات والصاعقة المصرية والقوات الخاصة الباكستانية. واستمرت فعالياته على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالية بقيادة قوات المظلات بجمهورية مصر العربية. هذا وحضر المرحلة الختامية للتدريب عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والباكستانية والملحق العسكري الباكستاني بالقاهرة. أصدر وزير المالية الدكتور محمد معيط القرار رقم 91 لسنة 2024 لصرف مرتبات مارس للعاملين بالدولة بالزيادات الجديدة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية مؤخراً، وصدر بشأنها قانون تعجيل العلاوات الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين وزيادة الحافز الإضافي.